بني واسين ومنطقة جبالة. وعلى ذكر منطقة جبالة فإنها منطقة تحمل اسما على مسمى، فجبالة منطقة جبلية وعرت المسالك، وكانت لها الرياد الكبرى في المعارك المعروفة في التاريخ، وهذه المعارك اللي لعبت دور كبير لفك الحصار حتى على الأوراس في شرق البلاد، حتى لأنها وقعت قبل فك الحصار على الأوراس، على مصفى مولعيد بالأوراس اللي نربط الوطن ولاد بالرحوم، معركة ولاد بالرحوم أكتوبر 55 يعطيك الصحة، وهي كانت في إطار جيش تحرير المغرب العربي، سنعود إليها. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. نعم. فالمنطقة وصلها الأمير عبد القادر، ثم عاد على حمام بغرارة إلى سيدي مجاهد إلى بني سنوس، ثم دخل المهايا في المغرب الأقصى، ودخل المغرب وشكل وأسس دائرته المعروفة في شمال الملوية، يعني بين بركان والناظور، شكل تما، ثم انتقل إلى سلوان بمنطقة الناظور. ومن هذه المنطقة كان يدخل إلى الجزائر ويقوم بعدة معارك، منها معركة سيدي إبراهيم البدعي في منطقتنا أو معركة جبل الكركور، ومعركة مشهورة كذلك بعين تيموشنت، قد وقعت معركة كذلك انتصر بها الأمير عبد القادر. في معركة أيضا باب تازة أستاذ، معركة باب تازة. نعم. ترتبط مع معركة سيدي إبراهيم البدعي. نعم. لأنه هنا دور جبالة غادي يلعبوا دور كبير، وهم الذين قتلوا خليفة ليوتون كولونيل مونتانياك. قتلوه عرش جبالة، اعترضوا طريقه لأنه جاء من مغنية خارج على بوركبة ثم باب تازة، وعن رجع اللحوانت لنجدت لكولونيل مونتانياك في معركة سيدي إبراهيم البدعي. المعركة هذه وقعت في يوم 23 إلى غاية 26 سبتمبر من سنة 1830، جاءت بتهور لقائد الموقع العسكري الفرنسي بالغزوات، ألا وهو لليوتنون كولونيل لوسيان فرانسوا دو مونتانياك، من مواليد 1805 بليون، وقتل شر قتله بواد أمطلوس قرب قريه مزاورو في اليوم الثاني من المعركة 25 سبتمبر على الساعة تقريبا 10 صباحا، جرح في البطن وزحف الجبل، توفي هناك قرب ما يسمى بجبل أقبوز. هذا الجبل يرى فيه حاليا معلم تاريخي بنته فرنسا الاستثمارية تخليدا للذكرى المئوية لهذه المعركة في سنة 1845، دشينا هذا المعلم اللي هو مازال موجود. ويتوسط منطقة تاريخية عريقة لعبت دورا كبيرا في نصرة الجزائر وانتصار الأمير عبد القادر، ألا وهي منطقة صواني جبالة سواحلية ومسيردة، أربع مناطق لعبت دور كبير في احتضان هذه المساحة الواغة أو المعركة، لأن الأمير دخل إلى سيدي بوجنان وهي منطقة سواني، ويمر على سيدي منصور ويعسكر بجبل الكركور، كركور بالأمازيغية، جبل الكركور جامعة السيد مختار، والاسم الحقيقي للقرية وهو دار الزاوية. كذلك منطقة جبالة من واد الزلامط إلى غاية العجيجة إلى غاية بابتاز، يعني كل هذه المنطقة لها منطقة وعرة المسالك، بما في ذلك منطقة مسيردة المعروفة حاليا بباب العسى أو الاسم الأصلي المالحة، فكانت كذلك مسرحة لهذه المعركة، بما في ذلك سوق الثلاثة، هذا مسرح كل للمعركة التي وقعت في 23 سبتمبر 1823 إلى غاية 26 سبتمبر 1845 بقيادة هذا الضابط المتهور الذي انتقل فقد سمع بجواسيسه لتحركات الأمير في منطقة بني زناس بالمغرب الأقصى، هي منطقة أكليم ماداغ منطقة بركان على حدودنا يعني خلف وادي كيس، فقد جواسيس دلوا على أن هناك تحركات لفرق
الامير عبد القادر في هذه المنطقه. استاذ على ذكر بني زناسن، قبيله بني زناسن كانت بايعه الامير. طبيعه الحال كانت في صفوف الامير، ثم رجعت بامر ملكي رجعت الى وخنق الامير. نعم. ومن بعد هنا غادي يقع الامير بواقع. نعم. فالمعركه بدات بانتقال هذا الضابط لليوتنون كورونيل لوسيان فرانسوا دو مونتانياك من مدينه الغزوات مرورا بولاد دالي بالعرقوب الى غايه الصفراء، ثم عرج على شمال مدينه تونان ووصل الى الحوط، ثم عاد على الزاويه الرحان تاع الزاويه وعرج على واد التاولي مرورا بحاسي يسمى حاسي بوقوبع موجود امام سيدي الحسن بوقروجه، ونزل مع الواد الى ان استوطن امام سيدي بوراحل ولاد سالم ولاد صالح القويرة. فهذه المنطقة أعرفها لأن انتماء خوالي من هذه المنطقة وعمومي في الضفة الأخرى للواد اللي هو التافنة. فقد تمركز لليوتنون كولونيل فرانسوا دي مونتانياك في منطقة واد بن دافان جنوب سيدي بوراحل. أما الأمير فقد تمركز في مركز استراتيجي عالي وهو جبل الكركور، وبدأت المناوشات صباحة يوم 23 سبتمبر إلى غاية موسى العنبر. موسى العنبر وهو ولي صالح من العنبرة ينتسب إلى أمير من الأمراء الزيانين. موسى العنبر يقع قرب قرية مزاورو، فهنا التحم الجمعان، وهناك على كل حال مجريات وسيرورة هذه المعركة مدون ومعروف. إسماعيل العربي قد كتب في هذا الموضوع، وفيه كتابات أوروبية فرنسية بطبيعة الحال، وهي بطبيعة الحال تمجد كل ما هو فرنسي في كتاباتهم، نعرف عن الكتابات نتاعهم. اسماعيل العربي كان موضوعيا في الكتابات. الواقعة وقعت، ففر بعض الجنود وقتل لوسيان فرانسوا دو مونتانياك في واد أمطلوس قرب قرية النخلة. وبالمناسبة فالقرية في حقيقة الأمر تسمى بقرية نخلة الأمير عبد القادر، اسمها الحقيقي نخلة الأمير عبد القادر. ومن هنا أوجه هذا الطلب للإخوة في السلطة المحلية الولائية أو البلدية لتغيير هذا الاسم وسميها بلافتة مكتوبة بخط عربي نخلة الأمير عبد القادر الجزائري، أفضل وكبروها ووسعوا المكان، معلم تاريخي كبير. فالمعركة انتهت بحصار بعض الفرنسيين داخل الضريح الولي الصالح سيدي إبراهيم البدعي، وفر إلا واحد منهم وهو سان كابورال، وبعض الجنود منهم من دخلوا مشارف غزوات فقتلوا من قبل النساء النسوة بما يسمى الصبانة. نعم. ولهذا فالمرأة الجزائرية كان عندها دور من سيردية ولا الصحية، عندها دور كبير حتى هي في المعارك، فقد أخذت المعارك. المهم في الأمر أن الأمير عبد القادر الجزائري قد انتصر في هذه المعركة، والذي ستبقى مقاومته سارية إلى غاية سنة ونصف أخرى. وواحد من قادته قد غاب عن الاسم، وهو من بلاد القبائل الصغرى من منطقة بيجاية، قد فر من بعد هذه المعركة، قد فر عاد إلى بلاد القبائل وقام بمقاومة أخرى ومعركة أخرى تسمى معركة ملبو، وهي بلدية تقع بين جيجل وبيجاية وسوق الاثنين. وقد وقعت معركة أخرى توجت بانتصار عدنا والعود أحمد والعود أحمد تفضل أستاذ. إنها معركة سيدي، لازم نفتخر بهذه معركة سيدي إبراهيم، معركة سيدي إبراهيم البدعي نسبة إلى البداعة. الكلمة هنا ربما نسبة إلى البداعة، والبداعة دشرة معروفة في منطقة السواحلية، وتسمى كذلك هذه المعركة بمعركة جبل كركور. أستاذ الكركور هو الأكركور كما قلت بالأمازيغية، نظام دفن جنائزي قديم. نعم، مجموعة حجارة من الأحجار نديروا وحدة فوق بعضها اسمه الكركور، لأنها كانت تسمى بالحوانيت أو الدليم. الحوانيت ديلم. نعم، كما احنا الحوانيت والديلم. إيه نعم، كما الحوانيت، الحوانيت وهي مقابر. نعم، مقابر قديمة. هذه توجدها في الآثار الفينيقية في شمال أفريقيا. نشوفوا التعليق تاع السادة باش نواصلوا. سي سفيان بارك الله فيك، مازال معنا سي سفيان دائما.